قال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. من ثم نستفيد فائدة، وهي أن التوكل كما أن له صلة بتوحيد الألوهية فإن له صلة كبرى بتوحيد الربوبية، فجمع بين التوحيدين، توحيد الألوهية في قوله لا إله إلا هو، توحيد الربوبية عليه توكلت. أين توحيد الأسماء والصفات؟ موجود، موجود ويظهر وجوده في التوكل على الله عز وجل، لأن المتوكل عليه هو الكامل في أسمائه في صفاته. ولذا جاءت عبارة شيخ الإسلام رحمه الله عبارة واضحة، ولذا يقول: أن للمعطلة والقدرية أن يتوكلوا على الله. يقول: إذا كانوا ينفون عن الله أسماءه وصفاته فعلى من يتوكلون؟ يتوكلون على عدم الذي يتوكل عليه من؟ ومن له الصفات العلى. وإذا لما ذكر في آخر سورة الشعراء قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، لما ذكر التوكل في سورة الفرقان وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت.